اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر أتقر الله. الصلاة والسلام عدد ما في علم الله عليك يا رسول الله ضاق تهيلتي وأنت وسيلتي فأدركني سجيا بعزة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم بعد القبول منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته وفي الآخرة شفاعته وعوردنا حوضه المورود واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته يمتنا على سنته وجماعته يا رب العالمين. واحشرنا غدا تحت ظل لواء حبيبك ونبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما مرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من محب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات أزواج الطاهرين أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرات أصحابه البدريين والهذيين والخندقين والخيبرين والهنينين والتبوكين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والزهاد والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء من أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زدهم تشريفا وتكريما وتعظيما لديك. اللهم بحقهم وبجاههم بارك لنا في كل أمورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا وفي متعلات الكتب وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي أنفسنا وفي أجسامنا وفي أقوالنا وفي من تعلقوا بنا وفي ما أعطيتنا خاصة في مجلسنا بركة تامة يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا وأسير من تعلقوا بنا وأسير من أوصانا بالدعاء وأسير من يرجو دعاءنا وسهل أمورنا وأمورهم وأد ديوننا وديونهم وقض هوائجنا وهوائجهم واشف أمراضنا وأمراضهم أمراض الظاهرية والباطنية والروحانية والشيطانية والإفريطية شفاء
أنت أما لا يغادر سقما ولا علما. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا خاصة ولجميع المسلمين مع القرى عامة. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا وإياهم من ورثة جناتك النعيم. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم وفقنا وفق من تعلقوا بنا لخدمة دينك الإسلام. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.